طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية، الحوثيون يفرضون مبلغا ماليا على كل رأس ماشية يدخل صنعاء. 8000 بئر عشوائي في محافظة واحدة. وفي الأخبار المنوعة، الرئيس الأمريكي يوافق على سجن معذبي الحيوانات 7 سنوات. أهلا بكم. بينما كان الرجل وأسرته في منزلهما بصنعاء، داهمت ميليشيا الحوثي المنزل واعتقلتهما دون أي تهمة. ووفقا لموقع الصحوانت، ميليشيا الحوثي تختطف امرأة وزوجها في صنعاء. وأقر الموقع أن ميليشيات الحوثي اختطفت امرأة وزوجها في العاصمة صنعاء بعد اقتحام أحد المنازل في شارع تعز وسط العاصمة واختطاف امرأة وزوجها. ونقل المركز عن مصادر محلية أن عناصر الميليشيا الحوثية اقتادت المواطن وزوجته إلى جهة مجهولة. وتواصل ميليشيا الحوثي انتهاكاتها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وابتزازهم في ظل انفلات أمني تشهده تلك المناطق وانتشار لعصابات النهب والاختطاف والقتل. كشفت دراسة حديثة أعدها فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظة دمار الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي أن ارتفاع معدل الهبوط السنوي في مستوى المياه الجوفية وصل إلى 28 مترا في جميع الأحواض المائية بالمحافظة وفقا لموقع المشاهد نت. محافظة دمار وصلت إلى حد الخطر المائي. وأكدت الدراسة التي حصل المشاهد على نسخة منها أن معدل السحب السنوي للمياه وصل إلى 771.5 مليون متر مكعب، من ما يزيد عن 8000 بئر في مختلف مديريات ومناطق محافظة دمار. وأشارت الدراسة إلى أن مقدر العجز المائي يصل إلى 112.16 مليون متر مكعب في السنة، معتبرا أن المحافظة وصلت إلى حد الخطر بسبب الاستنزاف العشوائي للمياه. ويوجد في محافظة دمار 11 حوضا مائيا، 8 فقط تم تطبيق فيها دراسة مسحية وميدانية تتعرض لاستنزاف مائي هائل بسبب الحفر العشوائي يتصدرها حوض مديرية جهران الذي تجاوزت فيها كميات السحب السنوي من المياه سقف 242 مليون متر مكعب سنويا وتزايدت منذ اندلاع الحرب في اليمن. عمليات الحفر العشوائي للأبار في ظل تساهل الجهات المختصة التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. عن مدينة عدن التي يحاولون السيطرة على كل جميل فيها وتدمير ملامحها، كتب سالم الفراس مقالا في عدن الغد وجاء في أجزائه. عدن البحر والجمال، عنوان مجد وجود وتعاقب ممالك وسلطنات ودول وأقيال، كتب فيها المؤرخون والمستكشفون والرحالون، موثقين عنها أسفار بطولات وعشق وسخاء عطاءات، مرددين بشغف ملهم ما ورد وتنوقل عنها وفيها في كل رقعة ورسالة وكتاب، قاطعين وصولا إليها دروب الفيافي والبراري والبحار ليواصلوا رسمها في أذهانهم قبل دفاترهم، يحفرون طلعتها وظهور أعلامها بأزاميل على صفائح من نحاس وذهب، يسطرون سماء وملامح وأقوال أوديتها ومعابرها وأسوارها وقلاعها وأسواقها، حكامها وسكانها من بعيد وعن قرب، معددين حقبها وأزمنتها، داعين ومحرضين على التمسك بها وحبها والتفاخر بوجودها، محاولين ترك بصمات التبشير بها واقتفاء أثرها، مقتدين ومنافسين بذلك من سبقهم إليها، تاركين لمن بعدهم وصايا سطر أسرار اكتمالها كمدينة المدن وحاضرة الحضر وكم حذروا، مبرهنين بأحداث ووقائع وعبر من سوء مآل وعاقبة وشقاء من يتعمد أذاها والتجرؤ عليها والإساءة لها. هكذا كانت وستظل مدينة لن يهزمها الغجر ولن تمحو ملامحها ركامات الحقد والفشل وعشاق ومأجورو الردم والهدم. إنها عدن التي لن تبقى رهينة فظاعة العشوائيات وفرسان الأطقم والآليات وذوي الأحذية الثقيلة والبزات المتشابهة ممن يعملون بوصايا غير معلنة لإلغائها وكبح دورها وجرها إلى مربعات الضياع والسبات. إنها عدن لو تعلمون، ستبقى وأنتم سترحلون، ستنتصر وأنتم من ستهزمون، ستبعث وأنتم من ستدفنون،
عدن ستبقى رغم كل ما تفعلون وتصنعون وتكنزون. كانت اليمن تمثل للمواطنين الصوماليين طوق نجاة من حالهم، لكن وبعد سنوات الحرب في اليمن أصبحت البلدان في حال واحدة، وربما العودة أفضل، كما اقتنع آلاف الصوماليين الذين وصلوا إلى اليمن وفقا لموقع المصدر أونلاين. الأمم المتحدة تقول عودة نحو 5000 لاجئ صومالي من اليمن إلى بلادهم منذ 2017. وأضافت المنظمة الأممية أن 131 لاجئا صوماليا وصلوا إلى ميناء بربرة في بلادهم عائدين من اليمن. وبحسب تقارير أممية يستضيف اليمن حاليا أكثر من 270 ألف لاجئ، بينهم حوالي 256 ألف صومالي. نهبوا محلات الصرافة والمواشي والمطاعم والمحلات التجارية، باعوا الأرصفة وأجروا الشوارع، وأخيرا وصل نهب ميليشيا الحوثي إلى فئة جديدة وفرض رسوم على كل رأس ماشية يدخل صنعاء وفقا لموقع الحرف 28. بائعو اللحوم والمواشي يشكون تعرضهم للابتزاز من قبل الحوثيين ويبدأون إضرابا مفتوحا. وأعلنت النقابة العامة لبائع اللحوم والمواشي البدء في إضراب مفتوح في أمانة العاصمة بسبب ابتزاز جماعة الحوثي لبائع اللحوم والمواشي عبر استحداث نقاط بمداخل أمانة العاصمة ومنعها من الدخول وفرض مبالغ مالية خارج إطار القانون بقوة السلاح. وقالت النقابة في بيان لها: قررنا القيام بإضراب مفتوح في أمانة العاصمة، وذلك لما نتعرض له من ابتزاز عبر نقاط بمداخل أمانة العاصمة تقوم بفرض مبالغ مالية خارج إطار القانون بقوة السلاح. وأكد بيان النقابة أنه في حال عدم رفع النقاط المستحدثة وإلغاء الرسوم غير القانونية فإن النقابة تقرر الإضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبها. وأمهلت النقابة جماعة الحوثي 3 أيام للإفراج عن ناقلات المواشي، ما لم فسيتم إعلان إضراب مفتوح في جميع المسالخ ونقاط بيع اللحوم بأمانة العاصمة. أهم ما قدمته ثورات الربيع العربي حتى الآن وفقا للمفكر برهان غليون، وهو فك أسر الشعوب الطويل وفتح أبواب التاريخ أمامها. وأضاف غليون في مقال نشرته العرب الجديد: غاية الثورة الرئيسية التي نقلت الشعوب من موقع الفريسة الخانعة التي تتنازع عليها الوحوش الضارية إلى موقع المروض القوي لها وولي أمرها ومصيرها، لم يكن إسقاط نظام الطغيان فحسب، وإنما أبعد من ذلك، إقامة نظام الحرية والعدل والإخاء الذي يعيد بناء الإنسان ذاته أفراداً ومجتمعات. فلن يحل السقوط الحتمي لهذه النظم الهمجية المشكلات المعقدة التي يطرحها تدشين حقبة جديدة من تاريخ العرب السياسي الذي لا يزال خراباً، ولن يسفر تلقائياً عن قيام نظم تمثيلية فاعلة أو يعلن نهاية الصراع من أجل العدالة والحرية وإقامة حكومات ديمقراطية. وليس تحقيق هذه الغايات السامية والعظيمة معطى مسبقاً ولا مضمون الحصول لأي شعب، إنه يتوقف على نجاح الأجيال الشابة التي فجرت الثورة وتبوأت منذ الآن مركز الطليعة في القيادة في تمكين الشعب من استعادة واستبطان معنى التضحيات التي قدمها ومدلولها وإعادة الحياة للدولة والسياسة ونظم الإدارة المدنية المحلية والجامعة وإبداع الأطر الجديدة التي يحتاج إليه إحياؤها. ولعل أهم ما قدمته ثورات الربيع العربي حتى الآن هو فك أسر الشعوب الطويل وفتح أبواب التاريخ أمامها وتشجيعها على أخذ المبادرة والعمل على التصالح مع العالم الذي عزلت عنه والانخراط من جديد في العصر الذي حرمت منه والمشاركة الإيجابية والمبدعة في إنجازات الحضارة التي أريد لها أن تكون مستهلكة لها فحسب. استغرب طلاب جامعة صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي من ارتفاع رسوم تجديد البطاقة الجامعية السنوية في جميع كلياتها في الوقت الذي يتوقعون فيه مساعدتهم وإعفائهم من أي رسوم إضافية جراء الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها بسبب الحرب، وعنونت صحيفة العرب الجديد. طلاب جامعة صنعاء يشكون من فرض رسوم إضافية، وقالت الطالبة وقال طالبة في كلية الآداب للعرب الجديد إن إدارة الكلية ألزمت جميع الطلبة بدفع مبلغ 4500 ريال يمني مقابل رسوم تجديد البطاقة الجامعية، وإلا فإنها لن تسمح بدخولهم إلى الجامعة ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل.
وأضافت أن غالبية الطلبة يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بسبب الحرب المستمرة منذ نحو 5 سنوات، فمن أين يمكن أن نوفر المال لتجديد البطاقة الجامعية ونحن بالكاد نوفر تكاليف التنقل؟ وأكدت كثيرا من الطلاب سيضطرون إلى التغيب عن قاعات المحاضرات التي إلى حين توافر قيمة تجديد البطاقة الجامعية. أحد طلاب كلية التجارة قال إن هذه الرسوم قد تجبر بعض الطلبة على التغيب عن المحاضرات لعدم امتلاكهم المال، وهذا أمر سيء للغاية. وأضاف الجامعات الحكومية فرضت أخيرا رسوما إضافية على غالبية معاملات الطلبة في جميع كلياتها بدل أن تراعي ظروفهم الاقتصادية المتدهورة بسبب الحرب. العنف الأقدم ضد المرأة، تحت هذا العنوان كتب سائد كراجة مقاله في صحيفة الغد مضيفا: لو كنت تسير في شوارع لندن في العصور الوسطى فقد تصادف امرأة تلبس لجاما على وجهها لأن صوتها عورة، وقد تكون ذات المرأة تلبس حزاما حديديا للعفة حول خصرها يحمل زوجها المسافر مفتاحه. بعد حروب أهلية بينية طاحنة وحربين عالميتين شاملتين، توجهت أوروبا للسلام وحقوق الإنسان لتقيم حضارة وعمرانا وتكنولوجيا، ورفعت في سياق ذلك شعار المساواة بين المرأة والرجل. ورغم كل ما وضعته أوروبا من تشريعات ومعاهدات، إلا أن المرأة لم تأخذ المكانة التي تليق بمنجزاتها العلمية والثقافية والاجتماعية. عربياً، لا تختلف المرأة في الحضارة العربية عن أخواتها في حضارات العالم. المرأة العربية وئدت خوفاً من العار والفقر، الأمر الذي حاربه الإسلام واعترف للمرأة العربية المسلمة بحقوق اقتصادية مهمة. إلا أن أغلب الفقه في التصور غلب في تفسير آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة العقلية الذكورية العصبية. الحركة النسوية العربية في تصوري حركة معزولة عن السياق التاريخي العربي، وهي في أغلبها حركة تقليد أو تأثر بالحركات الأوروبية التي طالبت بالمساواة بين المرأة والرجل. ولعل هذا أحد أهم أسباب نجاح الذهن الذكوري العصبي في تعطيل الحركة النسوية العربية ومهاجمتها. في يوم مناهضة العنف ضد المرأة الذي صادف الاثنين الفائت، أرى أن المرأة في مجتمعاتنا العربية تتعرض لكثير من أنواع العنف وأقدمه، العنف النفسي الذي يمارس عليها بمناسبة أنها أنثى وأم وزوجة. العنف الأقدم ضد المرأة هو عدم الاعتراف بها كشخص مستقل عن أدوارها في الحياة كأم أو زوجة أو أخت أو موظفة، الاعتراف بها بعيداً عن صفاتها الجسدية أو الخلقية، الاعتراف بها كإنسان. المطلوب ليس فقط المساواة بين المرأة والرجل، المطلوب الأهم هو التكافؤ في الفرص والواجبات بين أفراد المجتمع. كان لورانت في 4 من عمره عندما بدأ تعليمه الابتدائي، ولكنه انتقل قبل زملائه إلى المرحلة الأعلى، وهو الآن على وشك إنهاء دراسته الجامعية وما يزال في 9 من عمره. وقد كتبت عنه الكثير من المواقع، حيث نطالع ما كتبته شبكة BBC: طفل معجزة ينهي دراسته الجامعية في 9 ويستعد للدكتوراه. وأنهى لورانت سيمسون البلجيكي الجنسية السنة الأولى من تعليمه في عام 1 مثل معظم التلاميذ، لكنه في العام التالي استجمع سرعته وتمكن من استكمال السنوات 5 الباقية في 1 آخر، وانتقل إلى المرحلة المتوسطة والثانوية وهو في 6، واستطاع استكمال السنوات 6 تلك للمرحلة في 18 شهرا، ثم استراح قليلا. وفي 8 أخذ إجازة دراسية لمدة 6 أشهر وعاد إلى البيت لفترة، وقبل 8 أشهر فقط التحق بالجامعة. وبعد 9 أشهر فقط من الدراسة الجامعية سوف يحصل لورانت على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية في ديسمبر، ولكنه لا يعرف كيف استطاع تحقيق هذا الإنجاز الذي لا يصدق. وعندما سألته BBC متعجبة كيف يحصل على درجة جامعية وهو في 9، قال: لا أعرف كيف.
بعد مرور سنوات على قضية فيديوهات تعذيب الحيوانات، أصبح تعريض الحيوانات لأي شكل من أشكال العنف جريمة فيدرالية يمكن أن تصل عقوبة مرتكبها السجن لفترة تصل إلى سنوات، وفقا للموقع الألماني الدي دبليو. في أمريكا 7 سنوات سجن لمن يعذب الحيوانات، ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إصدار قانون جديد ينص على اعتبار العنف ضد الحيوانات جريمة فيدرالية يعاقب مرتكبها بدفع غرامة والحبس لمدة قد تصل إلى 7 سنوات. والطريف في هذا القانون أنه من المرات النادرة التي يتفق فيها الديمقراطيون والجمهوريون على أمر ما، حيث قام بتقديم مسودة القانون عضو الحزب الجمهوري فيرت بوشنان والعضو الديمقراطي تيد دوديتش. وخلال مراسيم توقيع القانون الجديد، أعلن ترامب عن فخره للمشاركة في إصدار القانون بعد أن وافق عليه كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين. وقالت المديرة التنفيذية لجامعة هيومن سوسايتي، المؤسسة الأكبر المهتمة بحقوق الحيوانات في الولايات المتحدة، كيتي بلوك، أن الموافقة على القانون الجديد من قبل الكونغرس والرئيس يمثل بداية عهد جديد للتأكيد على الرأفة بالحيوان في إطار القانون الفيدرالي. توفي طفل يمني في القاهرة واسمه أمير عادل الشجاع، كان يتلقى العلاج. وقد كتب الصحفي محمد جازم مقاله عن الطفل وعن أطفال اليمن الذين يموتون بعد أن يحرموا من حقهم في العلاج، وعندما يحصلون عليه يكون الوقت قد فات، وجاء في بعض فقرات المقال الذي نشره موقع المشاهد. كل طفل يهوي على فراش المرض قسراً، أحس بأنه ابني، وكذلك وهو في البيت أو في المدرسة أو في الحديقة. ولكن الطفل أمير في هذه الآونة هو الأقرب إلى نفسي، منذ وهنت صحته وتم نقله إلى العناية المركزة وأنا أقتفي ألمه. أستطيع أن أتفهم هذا الشعور جيداً في نفسي، فقد مررت مع أطفالي بالتجربة نفسها. تساءلت وأنا وحيد في الغرفة أين سينام أمير هذه الليلة، وتألمت حين أجبت على نفسي أنه لن يعود إلى الحياة أبداً. أشعر في مثل هذه المواقف بأنني كمن ارتكب جرماً مشهوداً. إذا لم أكن أنا الجاني، فإن الجاني شخص ما أعرفه، ولكني لا أستطيع أن أقول له أنت قتلت أمير، على الرغم من أن الأدلة مستوفية المعالم والشروط والأركان. شخص ما فعل ذلك، شخص ما غيب أمير الذي مات وهو يبتسم لأبي الهول في الجيزة، شخص ما يتجسد فينا جميعاً، يتجسد في كل الذين يعبثون بمستقبل بلد عريق عرف الحضارة قبل العالم 5000 عام. لا أقبل ولا أتفهم أن أمير مات بالصدفة أو أن موته جاء هكذا قضاءً وقدراً. أمير قتلته الفئة الباغية، الفئة التي تخيف 7 ملايين طفل في مواقع النزاع، يتعرضون للقتل في أي لحظة، محرومين من الأمن والدواء والتعليم والمياه النقية. ما زلت وحيداً أسبح في بحر من الأخبار التي لا تسر، وأنت يا أميري تجيء كلما تستدعيك الذاكرة. مررت أصابعي على شعر رأسي وأنا في الحقيقة أتخيل أنها تتخلل شعرك، وهو ما تمنيته لحظتها. أحداث الأسبوع كما وثقتها صحيفة الجاردين البريطانية عبر مجموعة من الصور نتابعها في جولتنا لهذا اليوم.
عندما خاف المبدعون من السجان ومن مقص الرقيب ومن أعين السلطات الدكتاتورية، ذهبوا إلى الألوان والريشة ورسموا آراءهم ومواقفهم، وأصبح ذلك يعرف بالكاريكاتير. هذه مجموعة مما نشرته الصحف اليوم من تلك الرسومات. بهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.